مباراة قوية جدا، مباراة تجمع ما بين المنتخب المصري والمنتخب بوركينا فاسو، تصفيات كأس العالم 2026. أتمنى من الأخوة الحضور وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا حتى نستمر من إذاعة هذه المباراة دون تقطيع. أتمنى من الأخوة احترام وضع اللايك والاشتراك في القناة. كما ترون يرتدي منتخب بيض مصر القميص الأحمر والشرطة الأبيض، ويرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر طبعا بقيادة المدرب حسام حسن. بالنسبة للمنتخب المصري، نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز خلال جولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال على حساب كل من جيبوتي في القاهرة بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيرهم بهدفين دون رد في الجولة الثانية والتي أقيمت خارج الديار. ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو، منتخب مصر في المركز الأول 6 نقاط، منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط، منتخب غينيا بيساو 4 نقاط، منتخب سيرليون نقطة، منتخب أثيوبيا نقطة، منتخب جيبوتي 0. هذا بالنسبة لمجموعة مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو. نتمنى فوز الفريق المصري. أتمنى من الأخوة الكرام وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. مباراة قوية جدا، نتمنى فوز المنتخب المصري بإذن الله. شاهدون هذه المباراة قوية جدا، المدرجات مليئة جدا، هتاف قوي جدا للمنتخب المصري، هتاف لا يوصف، وأغاني كما تسمعون للمنتخب المصري، ونشجع المصري اليوم.